أعزائي مشاهدي وادي الخير، نحييكم من داخل معهد بحوث الهندسة الزراعية بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية في حلقة جديدة من وادي الخير. أعزائي مشاهدي وادي الخير، نحييكم من الوادي الجديد ومن داخل المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية في الوادي الجديد. معنا الدكتورة غادة عبد الله سعيد، الباحثة بمعهد بحوث الهندسة الزراعية. مهندسة غادة، برحب بك وأقول لك كل عام وحضرتك بخير. أهلا بك. بخير، أهلا وسهلا. دكتورة غادة، أنت طبعا شايفين النهاردة في يعني إجراءات كبيرة جدا بتتم داخل الدولة في إطار التوسع الزراعي، طبعا يعني أقسام الهندسة الزراعية من الأقسام المهمة والحيوية في المراكز البحثية، وإحنا موجودين النهاردة داخل محطة البحوث الزراعية. كلميني عن معهد البحوث الزراعية داخل المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية. معهد الهندسة الزراعية معهد مهم حيوي متداخل مع كل المعاهد وكل الأقسام، لأن بيضم جميع يعني المجالات وبيتدخل في جميع الأقسام. معهد الهندسة الزراعية بيضم الري والصوب والطاقة والمصانع والآلات والتداول، يعني بيضم جميع الأقسام وبتداخل مع جميع الأقسام، فهو بالطبيعي معهد حيوي ومهم في جميع الأماكن. هنا في الخارجة وفي محطة البحوث جميع الأقسام قائمة وشغالة، فبالطبيعي احنا لازم نكون بنساعدهم وبنوفر لهم ونسهل لهم يعني جميع الإمكانيات علشان يبقى الشغل بأحسن صورة. فقسم الهندسة الزراعية ساعد في المحطة لما بحبنا نعمل دورات عشان النخيل والتطور في زراعة النخيل في أرض المحافظة والتوسع فيها. كان الهندسة الزراعية قمنا بتوعية كبيرة للناس والفلاحين والطلبة وجميع الناس في المحافظة علشان يعرفوا أهمية الهندسة الزراعية وجميع المعلومات عنها، وكل الناس تقدر تستفاد من الهندسة الزراعية في الزراعة وفي جميع المجالات. باحثة دكتورة غادة عبد الله سعيد، الباحث بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، يمكن النهارده شايفين في توسع كبير جدا بيتم في مصر شرق وغرب شمال وجنوب في إطار يعني سد الفجوة الغذائية لمصر، وشايفين دلوقتي التوسع الأفقي والرأسي في كافة المجالات. فكلميني عن هذا الدور الكبير جدا اللي بتقدمه الدولة للمزارعين والمستثمرين في هذه التخصصات الدقيقة لمعهد بحوث الهندسة الزراعية. طبعا في ظل الاستثمار والتطور لازم يذكر قسم الهندسة الزراعية ومعهد الهندسة الزراعية علشان نقدر نخلي ونقنع الناس ان هي تاخد ارض صحراء وتستثمرها وتكبر فيها وتزرعها، فلازم نذكر الهندسة الزراعية. الهندسة الزراعية هتسهل ان من اول قياسات الارض واخذ مساحتها، وبعدين هتساعد في تحليل التربه ومعرفه
المحاصيل والحاجات اللي ممكن تتزرع فيها هتساهم في فتح قنوات الري والصرف واختيار الري الصحيح. كل ده هتقوم بيه الهندسة الزراعية. هنختار بعد كده الآلات والميكنة اللي هتقوم بقى من أول حرس الأرض والزراعة والتطوير والشتلات ونقلها وزرعها، برضو هنستخدم الهندسة الزراعية. هنيجي علشان نطور وعلشان نرفع المية والمكان ومضخات المية، وهنستخدم طبعا دلوقتي في ظل الطاقات المتجددة والمضيفة هنستخدم طبعا أكبر طاقة مستخدمة، الطاقة الشمسية اللي عندنا نقدر نستخدمها هنا بتوفر وبتوسع. الطاقة الشمسية دلوقتي بتغني عن جميع الطاقات. الطاقة الشمسية دلوقتي الناس بتستخدمها في البيوت، فهنقدر نستخدم الطاقة الشمسية في الأرض علشان نشغل بيها جميع الآلات ونشغل بيها المزرعة. هتوفر لنا كل هتبقى طاقة نظيفة وهتوفر في بعد كده في التكاليف. الهندسة الزراعية هنستخدم الميكنة في زراعة النخيل وفي استخدام واتمام عليها جميع العمليات، إذا كانت الرأسية أو الحقلية هتتم عليها جميع العمليات. هتسهل لنا، هتوفر عمالة، هتوفر مجهود، ممكن تكون بتكلف في الأول، فعشان كده احنا بنحاول نقنع المستثمرين ان هم يستخدموا الهندسة الزراعية علشان هيكلفوا تكلفة بسيطة، بس بعد كده هيقدر على المدى الطويل يجمع تكاليف يعني كل التكاليف اللي هو صرفها هيقدر يجمعها على المدى الطويل. عبد الله سعيد الباحثة بمعهد بحوث الهندسة الزراعية بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية، يمكن أشرت حضرتك إلى أن يعني الهندسة الزراعية لها مجموعة من الأقسام والشعب داخل هذا القسم الحيوي. يمكن هنتكلم عن الصوب الزراعية ويعني إزاي يقدر المزارع أو يقدر المستثمر يستفيد بهذه يعني الآلات والإمكانات اللي بتقدر توفر له يعني إنتاج سريع وبخدمات قليلة، يقدر يزرع خضر، يزرع فاكهة في أماكن ممكن ما يزرعش فيها هذه الخضر والفاكهة والخضروات. الصور الزراعية ده مجال كبير، مجال واسع، أنواع مختلفة وأشكال مختلفة، أحجام مختلفة. فاحنا عندنا الصوب الزراعية الميزة اللي فيها ان هي هتناسب من اول المشاريع الصغيرة اللي في البيت او حتى مش مشروع ان هي تساعد مجرد البيت بس، لغاية المستثمرين اللي عايزين يعملوا منتجات طبيعية وأورجانيك علشان تبقى قابلة للتصدير. فالصوب الزراعية هتبقى في منها احجام اللي هي الكبيرة خالص اللي بتبقى فدادين، اللي هي بتبقى ازاز اللي بيقدر يدخل جواها المكن علشان يوفر جميع العمليات، وفي انواع اللي هي البلاستيكيه اللي هي على المشمعات، في انفاق، في مجرد صوب زراعي، في منها انواع بسيطه اللي هي ممكن نقدر نعملها فوق الاسطح ان هي هتوفر لنا الخضر والفاكهه للبيت وللمشاريع الصغيره. طبيعي بيبقى الموضوع سهل، يعني الصواب متاحه، مكوناتها وادواتها متاحه لجميع الناس، اسعارها هتبقى متاحة
بتاعتها، وده لانها باختلاف الخامات بتاعتها فبتقدر تعمل بيها اي حاجه. بتدي بعد كده منتجات طبيعيه صحيه في غير معادها طبعا، بتدي حاجات مش محتاجه لا مبيدات ولا اسمده، فده بيخلي الموضوع سهل ان احنا نطلع منتجات صحية قابلة للتداول في جميع السنة، فده بيخلي الموضوع سهل يقدر اي حد يعمله، وده اللي بنشجع عليه الناس دلوقتي ان هي تستخدمه في جميع الاماكن، وعلشان تقدر تدي انتاجية عالية وتقدر تساعدهم في اي حاجة، والمستثمرين هتساعدهم طبعا في التصدير وفي ان هم يبقوا متواجد المحصول طول السنة. لكن دكتورة غادة، الصوب الزراعية هل يا ترى لها شروط ولها أماكن تصلح فيها وأماكن ما تصلحش فيها لك، ولا في كل الأماكن وفي كل المناطق نقدر نستفيد بهذه الخدمات الحديثة في المكان الزراعي؟ هو طبعا كل مكان في بتبقى مفضلات بالنسبه له، يعني في مثلا في محاصيل نفضل ان احنا نزرعها هنا، في يعني منتجات لازم تتعمل هنا، بس احنا بنحاول ان احنا الهندسه الزراعيه تسخر جميع الامكانيات لجميع الاراضي المتاحه، يعني كل ارض بنلاقي لها حل، يعني كل مكان وكل اجواء بنلاقي لها، يعني طبعا الاجواء الجافه الصحراويه اللي زي اللي عندنا هنا في الوادي غير الاجواء اللي في الشمال وفي بحري وكده، بس هنا بنستخدم حاجات وهنا بنستخدم، بس دايما بنحاول نستخدم جميع اللي تسهل وتيسر يعني الموضوع لكل الناس علشان ما يبقاش فيه صعوبه على حد او على مكان معين. لكن طبعا بعض المزارعين بيستصعب مسألة الزراعات بالصوب، يقول ان مكلفة وبتستخدم فيها يعني امكانيات ضخمة وعاوزة يعني موارد مالية كبيرة، ازاي نقدر يعني نوفر على المزارع او نستخدم حاجات من البيئة زي جذوع النخيل او جريد النخيل في تصنيع بعض الصوب اللي تتناسب مع طبيعة الموارد المالية للمزارع؟ يعني هي الصوب بتبقى يعني عباره عن ايه اللي هي في طبعا اللي هو الحاجات البلاستيك والقوائم والحاجات دي، احنا ممكن لو هنقدر نستبدل القوائم الحديد او البلاستيك مثلا بالجذوع بتاعه النخيل، اللي فيه طبعا المشمعات او اللي هو الشبك فيه منه انواع ومتفاوت علشان يقدر يستخدمه حسب البيئه وحسب الامكانيات، فيعني هو في التنوع والاختلاف ده بيسهل على الناس ان هم يقدروا يستخدموا الحاجة المتاحة والمناسبة ليهم، علشان كده يعني دايما الابحاث دايما شغالة ودايما ما بتقفش ودايما بتطور علشان تسهل ودايما توجد المناسب والاحسن والافضل. عبدالله سعيد الباحث بمعهد بحوث الهندسة الزراعية بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية في الوادي الجديد. أما بالنسبة لشبكات الري الحديثة، وطبعا استخدام أكثر من نوع في الري بيوفر كثير للمزارع وأيضا بيساهم بشكل كبير جدا في ترشيد استهلاك المية اللي احنا كلنا بننادي بها، فكلميني عن هذا اللون من الهندسة الزراعية في استخدام أساليب الري الحديثة سواء ري بالتنقيط أو ري بالرش أو ري بالبفر.
انواع الري ده مجال واسع، يعني الري والصرف ده هو مجال كبير بحد ذاته. فاحنا دلوقتي عندنا انواع الري مختلفه، يا اما ري بالرش، ري بالتنقيط، غير طبعا الري القديم اللي هو الري بالغمر، في الري بالبيفوت والمطري، وفي انواع مختلفه كبيره. وطبعا ده كله بيبقى على حسب المحصول اللي هيتم زراعته، على حسب الارض اللي هيتم فيها الزراعه، على حسب الاجواء والمناخ البيئي المستخدمه، على حسب الرياح واتجاهاتها. فكل ده لازم بيتاخد بعين الاعتبار اثناء اختيار نظام الري. دلوقتي علشان نقول ان الموضوع بقى سهل، لا هو بقى متاح. يعني الناس كانت الاول تقول ري بالرش، ري بالتنقيط ده هيبقى مكلف وادوات وحاجات، بس احنا دلوقتي لا، مستخدم بدليل ان في الوادي ان الناس كلها كانت بتزرعه النخيل بتزرعها بالغمر، كل الناس كانت بتستخدم الميه من غير اي طرق. دلوقتي في ناس بتستخدم في زراعه النخيل وفي المزارع الكبيره بتستخدم الري بالتنقيط والري بالرش، وحتى يعني عرفوا اهميته. يعني احنا دلوقتي دايما بندد وبنقول وبنعمل ندوات علشان نفهم الناس ان انت لو كلفت حاجه بسيطه بس هتلاقي مردودها بعدين وهتوفر عليك بعد كده. يعني ما الميه احنا دلوقتي بنهدرها، واحنا عندنا طبعا مشكله الميه وندره المية، فاحنا لازم نهتم بالموضوع ده وان احنا نخلي الاستخدام والرشد الاستهلاك. فدلوقتي الري بالتنقيط والري بالرش هيسهل المية، هيوفر الاستهلاك، هيوفر العمالة والمجهود اللي انت كنت بتعمله في الجداول وفي الفتحات علشان تقدر توصل المية لجميع المهام. الري بالرش والري بالتنقيط هيوفر عليك ده كله. السمادة هندخله، هتبقى عملية التسميد وعملية الري واحدة، هندخل السماد في الري، فالخطوط هتبقى واحدة، هيبقى هتم انت هتعمل التسميد والري في خطوة واحدة. فده كله برضو هيبقى توفير عليك، هيوفر انت كده كده بتعمل الحاجات دي، فلما توفرها وتعملها بالامكانيات والصح ده هيوفر عليك وهتلاقي مردوده. ونقدر نتوسع في الرقعة الزراعية، بدل ما أزرع فدان ممكن أزرع بالري بالتنقيط أو بالري بالرش أكثر من كده. ده برضو بنقوله لما بنيجي نختار، إحنا دلوقتي لما نيجي نزرع لازم نختار الأرض ونحددها ونعرف مساحتها ونعرف هنزرعها بأنهي طريقة وهنزرعها إزاي وكم في كام ونحط الزرع فين، علشان الكلام ده هيوفر لك بعد كده إن استخدام الري. وهنيجي أنت دلوقتي بدل ما كنت بتتعب وتطلع أنت على النخل بالأساليب التقليدية القديمة، لا تقدر تجيب بعد كده السلم الهيدروليكي وتدخل المكن وتدخل المكن اللي هيقدر بعد كده يلقح بالمكن وهتجمع معاملات اخرى للنخيل ممكن نقدر نفيد بيها المزارع. وحضرتك اشرتي ان الهندسه الزراعيه برضو نوع من انواع التسهيل على المزارع وايضا الحفاظ على صحته. اشرت حضرتك ان طبعا النخيل مع ارتفاعه بيحتاج الى يعني شباب ويحتاج الى عماله كتير، لكن من خلال استخدامنا للسلم الهيدروليك اللي ممكن نقدر نستفيد بيه. فكلمينا عن هذه الاجراءات اللي ممكن نستخدمها في عمليات تقليم وتليف وتلقيح النخيل والاماكن المرتفعه من خلال الهندسه الزراعيه. دايما كانت العمليات الرأسية لرأس النخلة، طبعا علشان احنا عارفين الارتفاعات الشهقة للنخيل والمتفاوتة ده بتعمل صعوبة وبتحتاج عمالة وبتحتاج لازم يكون خبرة في الموضوع. دلوقتي الهندسة الزراعية سهلنا الموضوع ده وسهلتنا بالتدريج. الأول كان الموضوع بيبقى ايه، مجرد في ناس عملته لنفسها ان هو صنع حاجة حديد يقدر يطلع بيها ويسندها على جذع النخلة. بعد كده عملنا السلم الهيدروليكي اللي هو هيتحط على العربية صغيرة أو جر صغير وهيقدر يمشي بيه وهيقدر يستخدمه. اتطور الموضوع شوية، اتعملت آلة خاصة بذاتها للنخيل. الآلة دي بيبقى فيها برضو الهيدروليك اللي بيطلع العامل علشان يعمل العمليات لرأس النخلة. بعد كده تطورت المكنة ان احنا بقينا نعمل المكنة بقت فيها كل حاجة من غير ما يطلع العامل عليها. يعني العامل هو اللي هيسوق المكنة تحت وهيستخدم كل الأدوات تحت وهو عندي ايديه بس، وهي المكنة اللي تبقى في سكينة ان هي
تقطع العراجين بتاعت البلح، وفي اكياس في المكنه علشان يتجمع فيها البتاع. طبعا ده غير التلقيح. التلقيح الاول برضو تطور، يعني هو كان الاول بنمسك الانابيب بنعمل اللقاح ونحطه في المكنه، وبتبقى فيه زي بحاجه بترش، واحنا تحت بنمسكه بمرتفع بيتغير ارتفاعاته علشان يرش التلقيح. دلوقتي برضو في المكنه اللي احنا اتكلمنا عليها ممكن يبقى الجزء بتاع التلقيح موجود عليها، وكده يبقى احنا عملنا كذا عمليه في نفس الاله ونفس المكنه، وطبعا وفرنا العماله والمجهود. لان مثلا احنا بنقول ان المكنه هتبقى مكلفه في الاول، فاحنا بنسهلها اولا للمستثمرين، عشان احنا دلوقتي احنا طبعا عارفين ان الارض هنا بدات الناس تستثمرها وتزرع فدادين كبيره ويستخدموا ويتوسعوا بزراعه النخيل، فالمستثمرين هتقدر تشتري المكن ويوفر لها، هو على المدى الطويل هيوفر لها. غادة عبد الله سعيد الباحث بمعهد بحوث الهندسة الزراعية بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية. طبعا كل هذه المعاملات بتحتاج إلى تدريب وبتحتاج إلى إرشاد للمزارعين والمستثمرين واللي بيعمل في هذه يعني المجالات يعني. فكلمين إزاي نقدر نوصل هذه المعلومات إلى المزارع البسيط في حقله أو في قريته أو في الأماكن البعيدة؟ ده بقى اللي بيقوم بيه مركز البحوث الزراعية ومحطة البحوث الزراعية، خاصة هنا في الوادي وفي الخارجة. دايما بتحرص على توصيل المعلومات لكافة الناس في جميع الأماكن. يعني كنا بنعمل دورات وندوات هنا في المحطة علشان أي حد يقدر الموضوع يتطور، وعلشان للتسهيل بقينا بنروح للناس في أماكنها علشان نوعيهم ونعرفهم، ودايما احنا عايزين المعلومات توصل ليهم، مش مستنيينهم هم اللي يجي ياخدوها علشان نسهل عليهم. ودايما احنا فاتحين المكان والمعامل لخدمات الناس، وبنحاول نقول لهم يعني احنا موجودين في اي وقت واي مكان علشان اي حاجة احنا نساعد فيها ونقولها. طبعا المحطة دايما مشكورة، بتروح للناس في الاراضي بتاعتها، بتروح في القرى بتاعتها، وصلت المحطة لجميع أرجاء المحافظة علشان توصل المعلومات اللي هي تقدر تساعدهم وتفيدهم بقدر الإمكان. دكتورة غادة، طبعا يمكن مع ظهور بعض الآفات زي آفات أو سوسة النخيل الحمراء، برضو البحوث يعني حاولت تدخل مجموعة من الآلات والماكينات لمسألة الوصول إلى سوسة النخيل الحمراء داخل بذوع النخيل يعني. فكلمين عن هذه الآلات اللي قدرتوا تكتشفوها أو تقدروا توظفوها عشان تقدر توصل للسوسة بدون ما تأثر على النخلة أو الاقتصاد الكبير للنخيل يعني. طبعا موضوع سوسة النخيل موضوع مهم وحيوي دلوقتي، لانه بيهدد يعني اقتصاد البلد دلوقتي. كان الاول الناس بتحاول، اول ما بتلاقيها ما بتبقاش ليها حل، النخلة بتموت، بعد كده بدأوا يرشوا المبيدات وكده، بس ما بتوصلش لجذع النخلة، ما بتأثرش على السوسة. بعد كده بدأوا يحقنوا المبيد بالحقن كده في بيقعدوا
هم يخرموا في النخلة وعلشان يحقنوا المبيد لجذع النخلة. تطور الموضوع وفي ناس كتير يعني مشكورة بتحاول دايما تسعى للتطوير والوصول أفضل النتائج. دلوقتي عملوا جهاز علشان يبقى فيه كل حاجة، بيبقى فيه المبيد، بيبقى فيه يعني حاجة زي الشنيور، كله موصول في حاجة واحدة علشان بيخرم في أماكن معينة. طبعا دي المختصين برضو اللي بيقولوها يخرموا فين وازاي وبعمق قد ايه علشان يوصل المبيد لجذع النخلة وللسوسة. فده يعني احنا هنلاقي في كل حاجة استخدمنا الهندسة. الهندسة دي دلوقتي بتسهل كل حاجة، يعني ما هو الجهاز والعمليات اللي هو هيقوم بها وتصنيعه ده كله باستخدام الهندسة. فطبعا الناس اللي عملته وفكرت فيه علشان تسهيل وعلى عشان نوصل لأفضل حل والقضاء على طبعا أكبر يعني كمية من السوسة والحد من انتشارها. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة الأسبوع القادم من وادي الخير. من الوادي الجديد لكم تحيات خالد عز الدين، محمد حسين، والإخراج للزميل حاتم الشريف.